عن إبراهيم ابن أبي عبلة قال: قلت لأم الدرداء: ادعي لنا. فقالت: أو بلغت أنا ذلك؟ كانت ترى نفسها أقل وأضعف من أن تدعو لغيرها. قالوا لها: ادعي لنا يا أم الدرداء. قالت لهم: ليش أنا وصلت لمرتبة أنه أدعي لكم؟ أنا مو منيحة بنوب. مهما علت رتبهم بس هم يرون أنفسهم في قلة وضعف. وجاء في بعض الأدعية: اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. وسبق أيها الإخوة نصيحة: الناس مهما أكرموك ومهما مدحوك ومهما أثنوا عليك، إياك أن تثق بنفسك التي بين جنبيك. هم إذا مدحوك فهم يمدحون فضل الله عليك، يعني نحن مدحناك لأنك ذكي، مو مدحناك إلك، نحن مدحنا فضل الله أن أورثك الذكاء. مدحوك لأنك مؤدب، هذا مو أنت، هذا عطاء الله لك بأن أدبك بآدابه، نحن نمدح هذا. قال: الناس إذا مدحوك أو أثنوا عليك هيك انظر، إنما مدحوا فضل الله عليك ومدحوا ستر الله لك. إن شافوا الشغلة منيحة بس في شغلات ما منيحة الله ساترها، فلما مدحوا مدحوا الستر وما مدحوا الفضل والعطاء الإلهي. أما إذا ظننت بأنك أينك، أنا الفهيم وأنا الزكي وأنا الصالح وأنا القوي وأنا العالم وأنا اللي إلي مكانة وأنا اللي بساوي ما حدا بيساوي، بس تقول أنا، بيصير هذا من جماعة نسأل الله السلامة إبليس. إبليس قال: أنا خير منه. أو فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. أو قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. لذلك الصالحون يقولون ثلاث كلمات لا تقولها: أنا ولي وعندي. طبعا هم مرادهم معاني هذه الكلمات حتى لا يتكبر إنسان، أو نسأل الله السلامة أن يعجب بنفسه. فكانوا يقولون لأم الدرداء الصغرى: ادعي لنا. فتقول: أو بلغت أنا ذلك؟ والله أنا في نفسي أقل بكثير من أن أدعو لكم، أنتم صالحين وأنتم خيرون، أما مين أنا؟ وعن ميمون بن مهران قال: ما دخلت على أم الدرداء في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية. وقالوا: كانت أم الدرداء تحضر عندها نساء متعبدات يقمن الليل كله حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام. ما شاء الله، تنتفخ أقدامها من طول القيام وعم تقول: ليش أنا خرج أدعي لكم؟ والله أنا مو منيحة. هيك الصالحون يعملون الأعمال الصالحات ويتهمون أنفسهم.